جانب هام كان ضمن عمل كنيسة مار يوسف عبر المركز الصحي التابع لمنطقة أدويلعة، نشاط طبي وتوعوي فاعل، رح نتعرف عليه أكثر مع ضيفتنا الآن سيلفا الرشيد مسؤولة المركز الطبي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، فصح مجيد ينعاد عليك يا رب كل الخير. المسيح قام حقا قام. بالبداية خلينا نعرف نتعرف من حضرتك على أبرز الخدمات الصحية اللي قدمها المركز الصحي، خاصة اليوم مثل ما قالت سلمى الإجراءات الوقائية وانتشار هذا الفيروس بشكل كبير بالمرحلة الثالثة. حاليا نحن عنا بالفترة الحالية بفيروس كورونا نحن عنا إعدادات ممكن نحن نقدمها للمرضى، تتضمن أول اسطوانات الغاز، هي كتير كتير مطلوبة وحاليا كتير صعب تأمينها. نحن عنا كذا شيء من جرة الأكسجين تكون موجودة متوفرة عنا بالمستوصف، منعيرها للمرضى نحن، بيخلص منا المريض بيرجع بيرجعنا إياها بعد فترة. بنحاول أغلب الوقت تكون على طول عنا مليانة بحال إجا طلب لإلها لأي مريض تكون جاهزة عنا. عندك نقطة تانية الأدوية، نحن في جمعية هي متطوعة بتوفرنا الأدوية، كامل الأدوية تقريبا موجودة عنا ومجانا الأدوية نحن عنا كمان. وعندك تحاليل، نحن متعاقدين مع مخبر الدكتور الياس داغر، عن طريقه بتم التحاليل ضمن المركز الصحي، لما بيروح المريض لعنده عن طريق مركزنا بيكون له خصم عقد ما بيقدر الدكتور بيخصم للمرضى. هاي من ناحية فيروس كورونا. وبالنسبة للاستوانات بياخد المريض بس يخلص منها بيرجع بيرجع لنا إياها. أكيد يعني هذا طبعا جهد وتنظيم طبعاً. وكادر كبير عم بيكون ضمن المركز لحتى تقوموا بهي المهمة. أنا ورفيقتي صبية تانية معي صح؟ نعم، خلينا نحكي اليوم عن هذا الدور، وخصوصا أنه هاي الأعمال الخيرية هي تطوعية بالنهاية. المركز صح. جزء كبير من العمل تطوعي صح. سواء الخدمات اللي عم بتقدموها أو حتى خليني أقول الدكاترة اللي عم بيساهموا صح. ويتبرعوا بجزء من الكشفية أو مثل ما قلتي طبعاً. بالمخبر خلينا نحكي عن هذا الشيء. هلا عنا أقل من رمزية بقيمة 500 ليرة. نحن تقريبا بيتطاور عنا أغلب الاختصاصات بالمستوصف. حاليا ضمن الجائحة في دكاترة ما بقى قدروا يداوموا عنا بالمستوصف، فكان تعاونا معنا كتير كبير إنه نحن نحول مرضى من المستوصف لعندهم همين. وبكل أسف نحن بجائحة كورونا خسرنا دكتور قلبية معنا من أقوى الأطباء الله يرحمه بالمستوصف. إيه الله يرحمه يا رب. وعنا باقي الاختصاصات، عنا إيكو دوبلر باختصاص نسائية وهضمية وقلبية، يعني بتابع رحلة الحمل بالنسبة للنساء الحوامل. وعندنا تقديم أدوية مجانية بتتضمن ضمن الكشفية، يعني الكشفية هي 500 شيء لا يذكر، بتتضمن فحصية الدكتور وبتتضمن صرف الأدوية المتوفرة عنا. والأطباء كلهم تطوعاً عنا بظل هالأزمة هي، يعني تقريباً في منهم ما بقى قدروا يداوموا عنا، عم يقدموا مساعدة برا. وفي عنا اختصاص نفسية، هذا الاختصاص النفسية عنا جدا قوي بغطي كتير مناطق بالهون حوالينا. في عنا كمان أخصائية نفسية بتداوم بالمستوصف بالنسبة لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد وطيف التوحد، تنمية فكرية وتوعية. وعنا اختصاص يعني. سنية ايه تقريبا أغلب الاختصاصات عنا، عنا اختصاص سنية بظل هالغلا اللي نحن عم نعاني فيه هالأيام هي. نحن الأسعار عنا مثل ما قلت لك أقل من رمزية، كمان عم أغطي اختصاص السنية بشكل كتير حلو. اليوم نشعر ببعض، وخاصة في قسم يعني عم يكون في استغلال كتير كبير لهي صح. الناحية، وبالعكس يمكن لقاها فرصة لهذا الاستغلال من كل النواحي. فاليوم هي الجهود وهي اللفتة، فعلا لفتة رائعة بالنسبة لكل السوريين أنه نحس أكيد. ببعض أكيد لسه في إنسانية أكيد. أكيد لسه في إنسانية طبعاً لسه في إنسانية. خير طبعاً. وبما أنه اليوم عم نحكي عن جائحة كورونا طبعاً. بالتحديد اليوم شو أهمية نمارس طقوس عيد الفصح المجيد داخل المنزل ويكون عنا هذا الوعي الكتير كبير؟ ما بدنا هي الفوضى يلي يمكن شفناها بشكل كتير كبير بالفترة الأخيرة، ويمكن سلمى شفنا المطاعم مليانة والشوارع وأي مكان صح. في ازدحام كتير كبير صح. هلأ نحن بالنسبة لنا كتير عم نداري على موضوع الكمامة ومناخد احتياطاتنا بالتعقيم بشكل كتير كبير وبالكمامة ومناخد الحرارة، وقد ما بنقدر الواحد يدير باله على حاله صحيا ويقوي حاله من ناحية الأكل ومن ناحية الفيتامينات ودير باله على حاله. وكتير مهم التباعد، لأنه إذا أنا مناعتي قوية مو كل الأشخاص مناعتهم قوية، كتير مهم التباعد بين العالم أكيد. خلينا نحكي اليوم كمان عن دوركم المستمر طيلة فترة العام. حكيت شوي عن الخدمات اللي عم تقدموها إن كان للسيدات الحوامل أو حتى بما يخص الأسنان وغيرها من الخدمات، ولكن بشكل عام يعني خارج إطار جائحة كورونا في لكم خدمات مستمرة نحكي عنها لو سمحت؟ هلأ تقريبا نحن خدماتنا على طول بشكل متواصل. أحيانا عنا قلبية
طبية ونسائية أكيد يعني أحيانا الأطباء ما بيقدروا يداوموا على طول بشكل مباشر، بيكون عندهم أعذار من أجل يعني ويأجلوا المرضى لتعني أسبوع نحن بيكونوا موجودين ومستمرين إن شاء الله. إن شاء الله بتضلوا مستمرين إن شاء الله يا رب. إيد واحدة أكيد. كلمة بتحبي توجهيها لكل السيدات لكل الصبايا اليوم يلي حسب تجربتك أنت بالمركز الصحي اليوم قدرت تساعدي يمكن كتير عالم وأعداد كتير كبيرة قدروا يستفيدوا سواء من المركز الصحي أو حتى الخدمات اللي قدمها الأطباء يلي تفضلتي وحكيتي عنها، كلمة بتحبي توجهيها لكل السيدات ولكل الصبايا؟ بحب أقول لهم أنه الله يخلي لنا اياكم ويعطيكم الصحه والقوه مثل ما بلشتوا واسستوا تكملوا للنهايه، لانه نحن بلاكم ما فينا نعمل اي شيء وباي مكان اذا ما كنا كلياتنا ايد واحده ما فينا نستمر، والله يخلي لنا اياكم وكل عام وانتم بخير والمسيح قام حقا قام. شكرا لك. اهلا هلا. وكل عام وانت بخير واكيد بنوجه تحيه لكل اعضاء المركز الطبي ونقول لهم مشكورين جهودكم كبيره والله يقويكم وكل عام وانتم بخير. شكرا لك. شكرا لك مره ثانيه وتحيتنا لكل اعضاء المركز الطبي ولك المركز الصحي ولكل الاشخاص المساهمين بعمل الخير قد ما كان صغير اكيد له وقع كثير كبير. شكرا لك.